اليوم اسمي تركي يوسف الهدابي وأنا في كاراتيه بالدكان عمان، وكان هدفي أن أجعل نفسي أقوى وأظن أني حققت هدفي، ولهذا السبب سأحاول اليوم أن أكسر 3 حقبات، 2 منهم راح يكونوا على رجلي وواحدة راح تكون على بطني، وراح أراويكم كيف قوة هذه كيف متن هذه الحقبة. راح تكون هذه المتن، يعني هذه المتن، شوف هذه المتن the stick. المشاهدة وتدربوا أكثر عشان تستوي أقوى، كل ما تكونوا أقوى تستحملوا أكثر. مع السلامة.